تعالى بقى نبدأ ناخد نوعية الأسئلة اللي هو ضع أكبر من أو أصغر من أو يساوي. طبعا نوعية الأسئلة برضو بتفيدنا بعد كده في أسئلة الترتيب سواء تصاعدي أو إيه؟ أو تنازلي. إحنا قلنا دايما لما تيجي ترتب ما بين آسف لما تحط أكبر من أو أصغر من، لو عندك مسألة تحسبها لازم تحسبها الأول. يعني لو جاي لك فيها مسألة جمع أو طرح أو ضرب أو اسم، طلع الناتج بتاعها الأول. وبعد كده شوف بقى اللي طالع مين الكبير فيه او مين الصغير فيه. تعال نشوف هنا كده في المسائل دي. هنا عندي مساله اسم وهنا كمان مساله ايه؟ اسم. يبقى اطلع الناتج دي واطلع الناتج دي. معايا؟ محمد توكل. فهنزل العدد الصحيح زي ما هو. تمام. بقى اسم عالمية بحط العلامة بعد كام رقم؟ بحط العلامة بعد كام رقم؟ رقمين. معايا كده؟ أعد الرقمين 1 2 وأحط العلامة؟ لا غلط. ليه؟ لأن العد منين؟ من اليمين من هنا، لأن أنا عايز رقمين على يمين العلامة، العلامة بعد رقمين يعني رقمين على يمين الإيه؟ فهو أدي 1 2 وأحط العلامة، بقى كده رقمين على يمين العلامة. طلع الناتج الثاني منى النحراوي. احط العدد صحيح زي ما هو. احسنت، انزل العدد صحيح زي ما هو. احط العلامه بعد ثلاث احط العلامه بعد ثلاث ارقام. اعد 1 2 3 احط العلامه. لازم اعد من اليمين 1 2 3 احط الايه؟ العلامه. اصبح في علامه صحيحه؟ لا. يبقى ممكن تحط مكانه ايه؟ صفر. كده طلعنا الناتج ده والناتج ده. اقول له السلام عليكم؟ لا. انا لسه ما عملتش حاجه. ده انا كل اللي انا بعمله ده عشان اعرف احط اكبر من ولا اصغر من ولا يساوي. ابدا اقارن بقى ما بين العددين اللي طلع. قال لي بقى استنى، في مقارنه الاعداد العشريه او الكسور العشريه عشان ما تتلخبطش وعشان ما توديش نفسك في 60 داهيه، بتساوي الارقام اللي على يمين العلامه الاول. بتعمل ايه؟ بتساوي الارقام اللي على يمين العلامه العشريه الاول. هنا كام رقم على يمين العلامه؟ 2. وهنا كام؟ 3. يبقى اعمل ايه؟ احط هنا ايه؟ 0. وبعدين يا استاذ، وبعدين ممكن انت بقى بعد كده من خلال القرايه ممكن تعرفها، لكن انا برضو مش قادر اعرفها من خلال القرايه. اعمل ايه؟ قال لي بقى اول حاجه بعد ما سويت الارقام اللي على يمين العلامه دي، تقوم بص على العدد الصحيح كله مره واحده. انا بعد ما سويت الارقام اللي على يمين الايه؟ العلامه. ابص على العدد الصحيح كله مره ايه؟ العدسة هنا كام؟ 6. وهنا كام؟ 6. يبقى ايهما اكبر؟ 6. دايما بفتح العلامه ناحيه الكبير. العلامه تفتح بقها كده ناحيه ايه؟ الكبير. زي ما سالتك كده، لو فتحت بق وقفلت بق، بقك يبقى ايه؟ كبير وهو مفتوح ولا هو مقفول؟ مفتوح. وهو مفتوح. الصلاه على النبي كده. معايا؟ يبقى هو مفتوح هيبقى ايه؟ كبير. معايا؟ كذلك العلامه تفتح بقها ناحيه مين؟ الكبير. اجي اقراها بقى كده، الاقي 6750 من 1000 اكبر من، مفتوحه ايه؟ يبقى اكبر من 675 ايه؟ جزء من 1000. اسف، 6 صحيح، 750 من ايه؟ من 1000 اكبر من 675 جزء منين؟ من 1000. العلامه اللي بقى هي العلامه اللي هحطها هنا. قوم بقى حاططها في المساله، هي شكلها. يبقى اصبح 675 على 100 اكبر من 675 على 1000. طبعا في واحد ممكن يلاحظ ملاحظه كده يقول له يا استاذ انا ملاحظ ان 675 دي هي 675. اقول له صح. قال له يا استاذ لما انا اجيني ايه العدد هنا واقسمه على 100 واخد نفس العدد واقسمه على 1000، يبقى نصيب ال 1% هيبقى اكبر من نصيب الواحد فين؟ في ال 1000. انا عندي الغيب قسمته على 100 والرغيف قسمته على ايه؟ 1000. مين اللي هيبقى نصيبه اكتر؟ بتاع ال 100 ولا بتاع ال 1000؟ اللي مقسوم على 100 هيبقى نصيبه اكتر من اللي نصيبه ايه؟ اللي مقسوم على 1000. فيبقى دي اكتر. بس ده ما يلاحظهاش بقى للواد اللي ايه؟ اللي 10 على 10. يلاحظها ماشي ويتاكد في الكلام ده ماشي. عشان يامن نفسه ما يغلطش. تعالى هنا بقى. 5 صحيح و7 جزء من 10 زائد 1.44 من 100. وعايز يحط اكبر منها واصغر من، وهنا في الطرف الثاني 5.7 من 10 ناقص 3.4 من 10. هعمل ايه يا ريم؟ اجمع
وانت عارف. هنا هجمع اطلع الناتج الاول. تجيش واحد كده اقوم قايل لي ده اللي اكبر او ده اللي اكبر وكده. لا، لازم تطلع ناتج دي الاول وناتج دي الايه؟ الاول. وبعد كده قارن ما بين النواتج اللي طلعت لي. ها؟ 7 زائد 4. استنوا استنوا بالراحه عليا بس شويه. هي ايه المشكله يا هاني؟ نسيت تساوي العلامات. طالما سيادتك نسيت تساوي العلامات يبقى كل اللي جاي ايه؟ غلط. كل سنه وانت طيب بقى. يبقى اول حاجه لازم تعملها في الجمع والطرح تساوي الارقام اللي على يمين العلامه. من غير كده مسالتك طالعه غلط. خلاص كده؟ تساوي هنا، هنا رقم على يمين العلامه، وهنا كام رقم؟ يبقى حط هنا ايه؟ صفر. وابدا بقى اجمع وانت مطمن. ها؟ صفر زائد 4 هي اللي بتتكلم بس. 4. 7 زائد 4. ايوه. 11 يبقى 1 ومعايا الايه؟ الواحد على 5 اللي عليها الدور. ادريتني العلامه احطها. 5 زائد 1 6. 1 و5 6، 6 بقى زائد 1 7. شوف انا بعلم تحت ان انا بجمعه ازاي؟ وبعدين اروح بقى اطرح المساله دي. الارقام احسنت، شوف الارقام اللي على يمين العلامه العشريه، هنا كام رقم؟ وهنا؟ يبقى 7 ناقص 4 3. الاثنين علامة حطها. 5 ناقص 2 3. 5 ده 5 ناقص 3 2. ابدا اقارن بقى ما بين دول. اول حاجة هساوي الأرقام اللي على يمين الإيه؟ هنا كام رقم على يمين العلامة؟ وهنا كام؟ يبقى أعمل إيه؟ أحط هنا إيه؟ صفر. وبعد كده على طول بعد ما سويت الأرقام اللي على يمين العلامة هبص ناحية مين؟ اللي على الشمال على طول، اللي هو اول حاجه العدد الايه؟ الصحيح. بس اللي على الصحيح ما بيشوفوش رقم رقم، بيشوف كله ايه؟ على بعض مره واحده. العدد الصحيح هنا كام؟ وهنا كام؟ يبقى مين اللي اكبر؟ يبقى افتح العلامه ناحيه مفتوحه ناحيه الايه؟ السبعه. مفهومه المساله دي؟ تعالى بقى نشوف المساله دي يا محمد حجازي. احسنت. اول حاجه لازم ابص عليها اساوي الارقام اللي على يمين الايه؟ العلامه. هنا كام رقم على يمين العلامه؟ وهنا؟ واحد. يبقى ابدا. 9 زائد 1 هو بس اللي بيتكلم. 10. اهو كانت بقى 10؟ اوعى تقع في الغلطه دي. يبقى 9 زائد 1 كام؟ 10. ال 10 ما تتكلمش كلها، حط صفر ومعايا الواحد. حط واحد على الست اللي عليها الدور. خليك العلامه ايه؟ احطها. أنا عندي هنا الواحد فوق مين؟ يبقى أجمع الواحد الأول على الستة يبقى كام؟ أجمع واحد وستة يبقى إيه؟ سبعة. السبعة بقى زائد كام؟ زائد كام؟ سبعة زائد كام؟ اتنين. يبقوا كام؟ تسعة. دايماً أقرأ العلامة وأنا شغال، عشان في ناس بتنسى وتطرح بدل الجمع أو تجمع بدل الطرح. نركز في العلامة دايماً، نقراها في كل مرة. تعال نشوف دي بقى. اساوي الارقام، هنا رقم على يمين العلامة، وهنا رقم على يمين الايه؟ العلامة. ها؟ يبقى هنا بقى اطرح 7 ناقص 7 6. ادتني علامة احطها. وممكن اطرحها سهلة دي خالص، العدد صحيح كل مرة واحدة، 11 ناقص 1، اعرف اطرحه مرة واحدة ولا ما اعرفش؟ سهلة، 11 ناقص 1 يديني ايه؟ 10. وممكن واحد يمشيها زي ما انت مشاها كده، 1 ناقص 1 0، واحد التاني ناقص مفيش 1، كده صح وكده ايه؟ طلع الناتج هنا كام؟ وهنا؟ واضحة خالص. التسعة أكبر من 10؟ العشرة أكبر، يبقى أفتح العلامة ايه؟ ناحية. فاهم المشكلة دي؟ تمام. اتفضلي يا شمس. تمام، هاخد العدد 608 واقسمه على 10. احط العدد زي ما هو احسنتي اللي هو 608، والعلامه بعد رقم، لان القسم على 10 او 100 او 1000 بحط العلامه العشريه على حسب الايه؟ الاصفار. احط العدد الصحيح اللي عندي واحط العلامه العشريه على حسب الاصفار اللي انا بقسم عليه. فعندي ال 10 فيها 0 و1، يبقى احط العلامه العشريه بعد رقم هنا. اعد الرقم من اليمين، اعد الرقم واحط الايه؟ العدد. نسيب دي زي ما هي؟ نضرب بقى 608 في كام؟ في 10. الضرب بيعمل ايه؟ بيحط له علامه؟ لا.
امال اعمل ايه؟ بحط العدد ده زي ما هو وبعدين يبقى انا لما باجي اضرب وعندي اصفار على اليمين، على يمين اي عدد يعني، على يمين ده باخدها واحطها، اصفار على يمين ده باخدها وايه واحطها، هنا في عندي صفر اهو على يمين الواحد، اخده ايه واضرب اللي فاضل، واضرب اللي ايه اللي فاضل هنا كام؟ 608. واللي فاضل هنا كام؟ يبقى 608 في 1 ب 608. اقارن بقى ما بين ده وده. واضحه خالص، ممكن واحد يعرفها من غير ما يساوي الارقام اللي على يمين العلامه العشريه. ليه يا استاذ؟ العدد الصحيح هنا كام؟ 60. اما العدد الصحيح هنا كام؟ 6080. يبقى مين اللي هيبقى اكبر؟ يبقى افتح العلامه ناحيه ال 6080. لما اجي اقرا من هنا بقى اقراها 60 و8 جزء من 10 اصغر من، لان العلامه مقفوله ناحيتها ايه؟ يبقى اصغر من كام؟ 6080. احط نفس العلامه في المربع ده. تمام كده؟ هنا طبعا ممكن واحد يقول لي يا استاذ مش ده عدد صحيح مقسوم على عدد صحيح؟ وده عدد صحيح مضروب في عدد صحيح؟ وهنا العددين هم العددين، يعني 608 و10 هم هنا 608 وايه؟ و10. طالما العددين عددين صحيحين معايا وهم نفس العددين، يبقى انا هنا القسمة بتصغر والضرب بيكبر. يبقى الضرب لما تضرب اعداد صحيحه ببعضها بتكبر لك الاعداد. معايا؟ القسمة لما تقسم اعداد صحيحه على بعضها تصغر لك الايه؟ اعداد. تصغر لك الايه؟ يبقى طالما دي اعداد صحيحه والعددين اللي هنا هم العددين هنا، يبقى الضرب الناتج بتاعه هيطلع ايه؟ اكبر. بس بشرط يكون العددين اللي هنا هم اللي ايه؟ اللي هنا، واعداد صحيحه كمان. مفهومش بصوره. كلام واضح؟ يبقى ممكن واحد يلاحظ الملاحظه دي وقال ده اكبر، ماشي صح، كلامه صح. خلاص شاف؟ عدد قيمه تماثل المربع 4 وعدد خطوط تماثل المعادن. احسنت، برافو عليك. قامت قايله عدد خطوط تماثل المربع معروفه يا استاذ ان هي 4. عدد خطوط تماثل المعادن كام؟ 2. يبقى سيبها بقى كده؟ اقول مين بقى الاكبر؟ الاربعه. المربع بقى اللي هو اكبر، افتح العلامه ايه؟ ناحيه، لان 4 خطوط تماثل. طيب هنا اتفضلي. ايوه. عدد اقطار المعين 4. ها؟ اي شكل رباعي له كم قطر؟ قطرين. المعين له قطرين، المربع له قطرين. انا بقول على الاقطار مش خطوط التماثل. اهو مربع اهو. قطرين اهم. قطر كده وقطر ايه؟ كده. يبقى اي شكل رباعي، مربع، متوازي اضلاع، شبه منحرف، معين، كل ده مستطيل، كل ده له ايه؟ قطرين. يبقى عدد اقطار المعين له كام؟ 2. طب عدد اقطار المربع؟ 4. 4 برضه؟ لسه قايلين ايه؟ الاقطار غير خطوط التماثل. الاقطار هي قطرين بس، لكن لو قال لي عدد خطوط التماثل المربع؟ 4. 4. لكن اقطاره قطرين بس. يبقى عدد اقطار المربع كام؟ 2. يبقى ايه؟ يساوي. تعال نشوف المسألة اللي بعدها يا فاطمة. هنا بقى عدد خطوط التماثل المربع كام؟ 4. 4. وهنا؟ عدد خطوط التماثل الدائرة كام؟ 4. عدد كبير جدا. يبقى مين الأكبر بقى؟ الدائرة طبعا، ده الدائرة عدد كبير جدا أو عدد لا نهائي كمان. معايا؟ يبقى الدائرة أكبر، أفتح العلامة إيه؟ ناحية. مفهوم الكلام ده؟ تمام. السؤال اللي جاي بيقول لي هنا اللتر، هنا 1000 مللي لتر. يا بس انت اتفضل. ده احنا حافظين اصلا يا استاذ ان اللتر يساوي 1000 مللي لتر، يبقى خلاص يساوي. طب هنا اتفضل 1 لتر وهنا 150 مللي لتر. هنا بقى اقوم رايح عامل ايه؟ لازم اخليهم الاثنين نفس الوحدات عشان اعرف اقارن، ما يجيش واحد يقول ده هنا واحد يا استاذ وهنا 150، يبقى ال 150 الاكبر. لا، هما نفس الوحدات عشان تشوف الاعداد مع بعضها، عشان تقدر تشوف الاعداد مع بعضها لازم نشوف هما نفس الوحدات ولا لا. هما هنا نفس الوحدات. يبقى لازم انا احول، يحول الملي لتر للتر، يحول اللتر للملي ايه؟ لتر. الاسهل عندي ان انا احول الوحده الكبيره هنا في المساله دي.
طالما الوحده كبيره تقدر تحولها وقدامها عدد صحيح اسهل لك ان انت ايه تحولها. لكن لو قدامها قصور على حسب بقى المساله. تعالى هنا اللتر كام؟ 1000 ملي لتر. احسنت. طب وهنا الناحيه الثانيه 150 ملي لتر، يبقى ايه هو اكبر؟ 1000 ملي لتر. افتح العلامه ايه؟ الناحيه دي. يبقى طبعا الواحد لتر اكبر من ال 150 ملي لتر. تمام كده؟ اروى 6 لترات و 600 ملي لتر. اه 6 لترات هتحولها للايه؟ للملي لتر. طب السائل لتر كام؟ بقى ايه بس 6 على طول؟ ده 6000 سهله دي ملي ايه؟ لتر. 6000 ولا 600 بقى؟ 6000. انا خلاص ده ملي لتر وده ملي ايه؟ يبقى شوف العدد مين اللي ايه؟ الكبير. 6000 ولا 600؟ افتح العلامه ايه؟ ناحيه تبقى اكبر ايه؟ ملي. تمام كده؟ محمود 1500 ملي لتر، وهنا 2 ديسي متر مكعب. يبقى انا محتاج احول بقى يا الملي لتر للديسي متر مكعب، يا احول الديسي متر مكعب للملي ايه؟ لتر. الديسي متر مكعب في كام ملي لتر؟ 2000. في 1000 مش 2000، الديسي متر مكعب الواحد. الديسي متر مكعب الواحد في كام؟ 1000. ها؟ 1000. يبقى الديسي متر فيه ايه؟ 1000. الديسي متر مكعب في ايه؟ 1000 ملي لتر. يبقى الاثنين بكام بقى؟ 2000. يعني 2 في 1000 بايه؟ ب 2000 ملي لتر. مين بقى اللي اكبر؟ ال 2000 ملي لتر اكبر. افتح العلامه ايه؟ لا. فاهم المشكله دي؟ تمام. تعالى بقى نشوف المساله اللي بعدها. 9800 سنتيمتر مكعب وهنا 9.8 لتر. استاذ انا دايما بروح احول للوحده الكبيره. صح؟ مين اللي اكبر؟ سنتيمتر مكعب ولا اللتر؟ اللتر. بس انا لما اجي احول اللتر 9.8 معرفش. معرفش احول. ليه يا استاذ ما تعرفش؟ وانا لما باجي احول الكبير بعمل ايه؟ بقى يبقى هضرب في كام؟ اللتر كام سنتيمتر مكعب؟ 1000. يبقى انا لما باجي اضرب في 1000 انا بعرف اضرب اعداد عشريه في 1000؟ لا ده دي علينا في سنه 5 لسه. طب والحل؟ اسيب دي زي اسيب ايه؟ وراح احول الصغير. وراح احول الصغير بقوم منزله اهو 9800. ولما اجي احول الصغير سنتيمتر المكعب اصغر من اللتر بعمل ايه؟ طب اقسم بقى اهو على كام؟ على خلي بالك هنا ممكن اشيل صفرين مع صفرين وبعدين اقسم اللي فاضل صح 10 على 10 وممكن اقسمها بالشكل ده زي ما هي. الاثنين ايه؟ صح. اللي لاحظ ان في اصفار كتير قصاد بعضها طياره. الصفر ده مع الصفر ده والصفر ده مع الصفر ايه؟ ده. اتفضل كام؟ 98 على كام؟ على 10. طب عايز اقسم 98 على 10 احط ال 8 وايه؟ و90. والعلامه بعد كام رقم 3؟ لا انت خلاص بقى بتقسم على 10 مش على 1000. انت بقى بتقسم على كام؟ 10. على 10 مش 1000. يبقى العلامه بعد كام رقم؟ رقم 1. الرقم اهو واحط العلامه. ايه ده؟ ليه؟ طب تعالى بقى ده لتر وده لتر. ده 9.8 ده 9.8 من ايه؟ ده طلع بيساوي بعض. نشوف المساله اللي بعدها. 550 مللي لتر وهنا 3 ارباع لتر. رشا الثلاث ارباع لتر انا حافظها بكام؟ 750. اللي حافظها سهل عليه. اللي مش حافظها يقول لي الربع لتر. انت مش عارف ربع لتر؟ بكام؟ 250. ربع ب 250. عايز عندي ثلاث بقى ارباع اخد ال 250 بتاع الربع واعمل فيها ايه؟ واضربها بثلاث تديني بتاع ثلاث ايه؟ ارباع. يطلعوا بكام؟ 750 ايه؟ ملي لتر. وهنا 550 ملي لتر. مين اللي اكبر؟ اهو فاتح العلامه ناحيه. طب واحد تاني مش حافظ دي ومش عارف يجيب يقوم سايب دي زي ما هي ومحول ايه؟ دي بيحول الصغير هيقسم. مفهوم الكلام ده؟ في حد عنده مشكله في الجزئيه دي؟ في حد عنده مشكله؟ في بقى جزئيه بسيطه كده ما عايزه تعرف لو جالك مساله زي دي وعايزك تعرف
تعرف مين الارض، عايزك تعرف مين الايه ارض. اتفضل يا عمر. اول حاجه زي ما تعودنا برضه نساوي الارقام اللي على مين العلامه الايه. هنا كام رقم؟ رقمين. هنا كام رقم؟ اربعه. وابدا ابص على مين بقى؟ على العسل. العسل هنا كام؟ سبعه. وهنا كام؟ سبعه. قد بعض صح؟ اه. هم قايلين يساوي؟ لا لا هم طلعوا قد بعض. شوف بقى الخانه اللي وراها على طول، الخانه اللي على يمين على طول، اللي جارتها من ناحيه اليمين على طول، بس خانه خانه بقى، رقم برقم، رقم بايه؟ ما نشوفوش على بعض. اول خانه اهو جارت الايه؟ العدد ساكن على اليمين اللي هو يمين بقى؟ الجزء من كام؟ وهنا الجزء من كام من 10 اهو؟ الجزء من 10 هنا فيها كام؟ يبقى 6 جزء من 10، الجزء من 10 هنا فيها كام؟ 8 جزء من 10، ايوه بقى اكبر. اهو فاتح العلامه ناحيتها، ما عادش تبص بقى للي بعده. يبقى طلعت 7 صحيح و65 من 100 اصغر من 7 صحيح و80 جزء من 100. مفهوم الكلام ده؟